هذا ما نخلي احنا الحراج اللي بالجيب بسرعه ويدوس لنا بالدوامه ما يوصل شوي ركب عليه وصل لنا لهنا دلوقتي بعد ما المور تخلط من احنا احنا ننظف هم يعرفوا هي الاذان يخلص كل شيء وعندنا كل شيء فجر يعني نسح اربعه في الطريق هنشوفه عشان ما حدش يرمي عليه لا 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 ل